ورجعنا لكم مرة تانية، وده معادنا مع فقرة السوشيال لاب اللي بنشوف من خلالها إزاي المشاهير بتستخدم السوشيال ميديا. وبما أننا اتكلمنا في الفقرة اللي فاتت عن رمضان، فكان لازم الفقرة دي تكون عن واحدة من أهم النجمات اللي ارتبطوا في ذهننا برمضان. بطلة السوشيال لاب النهاردة هي الفنانة شريهان. ويمكن كان من أشهر أعمال الفنانة شريهان اللي لسه مرتبطين بيها لحد دلوقتي هي فوازير حول العالم، واللي كانت مليانة بالاستعراضات الأكثر من رائعة. وكمان ألف ليلة وليلة اللي عملت منها كذا حكاية، زي حكاية كريمة وحليمة وفاطمة، وحكاية عروس البحور، وكمان حكاية ورد الشان وماندو. وكان آخر الفوازير اللي قدمتها بعنوان حاجات ومحتاجات كانت سنة 94. بعد غياب سنين عادت الفنانة شريهان في رمضان السنة اللي فاتت من خلال إعلان لواحدة من شركات الاتصالات، وظهورها اتصدر الترند طبعا على السوشيال ميديا، والناس كلها اتفعلت علشان الإعلان كان فيه شيء من فوازيرها اللي رجعتنا لأيام زمان. وبعد كده تألقت في أول مسرحية قدمتها بعد رجوعها، مسرحية كوكو شانيل. طيب ما تيجوا نشوف بقى شريهان بتعمل إيه على السوشيال ميديا. شريهان تواجدها هادي وجميل على السوشيال ميديا، ودايما بتنشر الصور وبتشارك جمهورها لحظات في حياتها. تعالوا نبدأ من الانستجرام. بيتابع شريهان 1,300,000 فولور، وهي بتتابع 24 اكاونت. شريهان نشرت لحد دلوقتي حوالي 492 صورة وفيديو، واخر بوست نشرته كان بمناسبة عيد الام، ونشرت صورتها وكتبت كل عيد ام وكل ام في هذا العالم اعظم هدايا الرحمن الى الكون، وارحم واطيب واجمل ما في الدنيا بخير. معظم الصور على أكاونت شريهان هي صور لكواليس أعمالها، ولقينا أنها نشرت أكثر من 50 صورة لذكرياتها مع كبار النجوم. ولاحظنا ارتباطها القوي بعائلتها، ولقينا أنها نشرت أكثر من 20 صورة ليها مع عائلتها، وخصوصا أختها جيهان. وأما بناتها لؤلؤة وتاليا فنشرت ليهم أكثر من 30 صورة، لؤلؤة وتاليا في مراحل مختلفة من عمرهم. والفيديو ده كانت بتتكلم عن بناتها مع لؤلؤة. طبعا شريهان بتعتز جدا بالاعمال اللي قدمتها، فهي نشرت اكتر من 30 مشهد من فوازيرها او الافلام اللي قدمتها. وطبعا فيلم عرق البلح اللي لقى نجاح كبير جدا. ومن الحاجات اللي لفتت نظرنا كمان في الاكاونت عدد الصور بتاعه الفوتو سيشن اللي بتنشرها شريهان من الوقت للتاني، ودايما بتختار اطلالات مميزه وشيك جدا. من الانستغرام للتويتر، شريهان من الفنانات اللي بتحرص انها تتواجد على تويتر، وعشان كده لقينا عندها 1,000,000 فولور، ونشرت لحد دلوقتي 8,659 تويت. وبكده تكون خلصت فقره السوشيال لاب.